قرابة 60 شاباً وشابة تطوعوا في مبادرة إنسان التنموية لتنفيذ العديد من الأعمال الخيرية كتوزيع سلال غذائية وكسوة العيد وحقائب مدرسية وغيرها الكثير من الأعمال. نحن فريق مبادرة إنسان التنموية، أسسنا المبادرة في 2 فبراير 2021. خلال 16 شهراً استطعنا تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، منها في المجال الإغاثي وفي الجانب التعليمي وفي مجال الدعم النفسي. منها في هذا المجال، مجال الدعم النفسي، فعالية اليوم، يوم الابتسامة 2، التي قد نفذت سابقاً في 2021 وتنفذ هذه السنة في نفس التاريخ 20 من يونيو 2022. نقوم في هذه الفعالية بتوزيع قصاصات ما يزيد عن 2500 قصاصة ملونة خطط يدوياً بواسطة عشرات الخطاطين والخطاطات الرائعين، مصحوبة بعض الحلوى، ستوزع على أبناء مدينة تعز وعلى المواطنين وعلى بعض شباب الجامعات. نهدف من خلال هذه الفعالية إلى رسم الابتسامة ونشر الروح الإيجابية بين أبناء المدينة. ما يقارب من 2500 رسالة إيجابية خطت باليد مصحوبة بقطعة حلوى تم توزيعها في بعض مناطق مدينة تعز في يوم الابتسامة. جاء ذلك خلال نشاط قامت به هذه المبادرة. مشروع ساع البريد هو عبارة عن رسائل إيجابية تحمل نوع من التفاؤل والسلام، نوزعها في شوارع مراكز مدينة تعز. في العام الماضي وزعنا 1000 رسالة ورقية، وفي هذا العام تطورنا أكثر ووزعنا 2000 ورقة مع مجموعة من الشيكليت. بعد إكمال الإعداد والتجهيز انطلق الشباب ضمن مجموعة مقسمة حسب مناطق حددت لهم، راغبين في زراعة الابتسامة على وجوه من يلتقون بهم. كان هذا النشاط الذي أقامته المبادرة ضمن أعمال الدعم النفسي، وكان الهدف من التوزيع هو إحياء الرسائل المكتوبة يدوياً وزرع الابتسامة على وجوه الناس ومجابهة الظروف في ظل الحرب. شملت عملية التوزيع البسطاء من الباعة المتجولين ورجال المرور وكبار السن والأطفال وبعض المواطنين الذين التقوا بهم أثناء التجول في شوارع المدينة، بالإضافة لاستهداف طلاب الجامعات خلال أيام الامتحانات. اليوم المفعم بالحيوية والنشاط المليء بالابتسامة من تخفيف على معاناة زملائنا الطلاب بالاختبارات، نريد أن نزرع الابتسامة لدى زملائنا وزميلاتنا في الجامعة. لست بحاجة لفعل أشياء عظيمة لإسعاد شخص ما، فالبساطة بحد ذاتها شيء عظيم وجميل. هكذا جسد هؤلاء الشباب معنى البساطة بكلمة طيبة وقطعة حلوى. البرنامج صباحكم أجمل، بيان الطيار.